مرحبا أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالقناة. اليوم رح نكفي بموضوع أزمنة الماضي، الـ past tenses. وبدرسنا لليوم رح نحكي عن الـ past perfect، الماضي التام. جاهزين؟ خليكم معنا. رح نبدأ بصيغة الماضي التام، past perfect form. أول شيء بيجي السبجكت اللي هو الفاعل، had، verb 3 الفعل تصريف ثالث، object مفعول به أو اسم المجرور. ملاحظة، غالبا لا تأتي جملة الماضي التام إلا بوجود جملتين بينهما رابط مثل after، before، when، وأحيانا until. هلا after معناها بعد، before قبل، when عندما، وuntil حتى. إذا كانت الجملة الأولى ماضي تام فيجب أن تكون الجملة الثانية ماضي بسيط. أمثلة: He had أو he'd written five letters before she answered him، بمعنى هو كتب خمس رسائل قبل أن تجيبه. في عنا بالجملة الأولى صيغة ماضي تام مثل ما قلنا هاد وتصريف ثالث من الفعل، بالجملة الثانية في عنا كلمة رابطة اللي هي before، وإجا بعدها ماضي بسيط فعل تصريف ثاني. مثال ثاني: We went on a walk after we had أو we'd finished dinner، بمعنى نحن ذهبنا في نزهة بعد أن انتهينا من العشاء. الجملة الأولى ماضي بسيط ربطتها after بين الجملتين، والجملة الثانية ماضي تام. مثال ثالث: When the play had finished, the audience left، بمعنى عندما انتهت المسرحية غادر الجمهور. إجت when بأول الجملة، بعدين حطينا ماضي تام، ومن ثم باقي الجملة ماضي بسيط. استخدامات الماضي التام: لنفرض بأن العمل الأول A والعمل الثاني B. أولاً، العمل A بدأ في الماضي وانتهى قبل أن يبدأ العمل B في الماضي. بمعنى آخر، عمل انتهى قبل حدوث عمل آخر في الماضي، إذن completed action before something in the past. مثال: The audience left when the play had finished، بمعنى الجمهور غادر عندما انتهت المسرحية. العمل A هو المسرحية قد انتهت، والعمل الثاني مغادرة الجمهور. العمل A انتهى قبل أن يبدأ العمل B، أي أن المسرحية بدأت وانتهت، وعندما انتهت بدأ الجمهور بالمغادرة. الاستخدام الثاني للتعبير عن عمل ما حدث قبل وقت محدد في الماضي، ويأتي هذا النوع من الجمل غالباً مع after، before، when، as soon as. مثال: I had أو I'd visited the US once before in 1988، بمعنى لقد زرت الولايات المتحدة مرة من قبل في عام 1988. في عنا نص بسيط بيشرح أكثر فكرة زمن الماضي التام. نبدأ بالنص الإنجليزي: It was afternoon on 14th January in Las Vegas casino. At one of the tables was Joseph. For 3 years, Joseph had saved every penny. He had rarely gone out and he hadn't spent anything on his house. Finally, he had sold the house and with $145,000 in his pocket. الترجمة: كان ذلك بعد الظهر من يوم 14 يناير كانون الثاني في كازينو لاس فيغاس. على واحدة من الطاولات كان هنالك شخص يدعى جوزيف.
لقد ادخر جوزيف مبلغا من المال لمدة 3 سنوات. هو نادرا ما ينفق ولم يصرف شيئا على منزله. أخيرا لقد باع المنزل ومعه 145,000 دولار في جيبه. وضعنا الجمل السابقة في صيغة الماضي التام لأنها حدثت كلها قبل 14 يناير اللي هي وقت القصة. الاستخدام الثالث لزمن الماضي التام وهو مع الجمل الشرطية الـ conditional clauses، ورح نحكي عنهم إن شاء الله بالدروس القادمة. Thank you.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، اضغطوا زر الجرس، زر لايك، إضافة تعليق ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. See you later.